الرابعة أو الخامسة هي 12 عالميا، صح كريم؟ هذه اللعبة مميزة، ولكن دائما في جهاز قديم الذي يعتمد بالأساس على القوة تصل الخصومات إلى 5 من 10 لو هي نصف درجة. أيضا الصعوبات التي تؤدى في سلسلة مترابطة بدون توقف إلا بثانيتين فقط تسمح للاعب بالتركيز فيها لأداء سواء حركة أكروباتيكية أو جمب يحتوي على لفات أو بوستر. يجب أن يكون هناك تناسق استخدام الجهاز في كلتا الزوايا، محاولة الثبات أيضا هنا تحصل على أحسن حركات قريبة من الجهاز أو اليمين. مثل ما ذكرت